تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي في مبادرة مسارات في اللقاء الأخير من منهاج اللغة العربية. أختم أو أبدأ بهذه الكلمات: كن بسيطا في تصرفاتك، عميقا في إدراكك، قنوعا بما تملك. ضع ما مررت فيه في هامش حياتك، ابتسم، احلم، اطمح لما هو أفضل. الماضي إذا لم يكن لك درسا فلا يكن عقبة. في رحلة حياتك العمر يمضي، اصنع لنفسك سعادة حتى لو كنت واقفا على الشوك. فعش لأجلك ولا توهم نفسك بالسقوط. من المهم أن تعزز شعورك بالقوة والكفاءة كل يوم، أن تبدو متماسكا أمام عثرات رحلتك. لكن الأهم أن يستمر الشروق الذي بداخلك، أن تبحث عن شمسك كل يوم. أسعد الله مساءكم من جديد، وإذا نلتقي مع الدرس في غاية الأهمية، وإن شاء الله أن يكون هذا اللقاء يعني اللي هو المفاتيح العشرة للنجاح، أن تكون حافزا لكم بإذن الله، وتعطيكم دفعا قويا بإذنه تعالى. الآن لدي كما قلت لكم نص نثري، هو يتعلق بطرق النجاح، وهذا النص كما تعلمون هو بعنوان المفاتيح العشرة للنجاح. طبعا هذه المفاتيح العشرة التي تحدث عنها الكاتب إبراهيم الفقي، وهو كاتب يعني في التنمية البشرية، أورد لنا مفاتيح. هذه المفاتيح سنتعرف عليها، كل مفتاح على حدة، وهذه المفاتيح التي هي أمامكم مفاتيح النجاح العشرة. أولا الدوافع، ثم الطاقة، ثم المهارة أو العمل، التصور، ثم الفعل، التوقعات، ثم الالتزام، المرونة، الصبر، وأخيرا الانضباط. طبعا من هو إبراهيم الفقي؟ إبراهيم الفقي هو كاتب مصري، ولد عام 1950 وتوفي عام 2012. إبراهيم الفقي هو خبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للتنمية البشرية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية، وهو دكتور في علم الميتافيزيقيا، وهو المؤلف لعلم ديناميكية التكيف العصبي، ومؤسس علم قوة الطاقة البشرية. طبعا قبل أن نبدأ لنستمع ما قاله إبراهيم الفقي في هذا الفيديو القصير، ثم نتابع. قررت وانا قررت من اول النهارده ان انا انجح. هو نجح احسن مني في ايه؟ ده سؤال انا كنت اساله نفسي من صغري لما كنت عاوز العب تنس طاوله، ولقيت ان في اكتر من 2000 لاعب كلهم رائعين، كلهم ممتازين، وعارف ولاد الحلال كتير. عمرك ما هتنجح يا راجل، بلا خيبه، عارف كان غيرك اشطر. بص على اللي حواليك، في ناس حريفه ان يعني يخليك تقعد في بيتكم مكتئب طول حياتك. فعشان كده بقول للناس ما اسمعش كلام دول. لكن كلمات مفتاحية لابد أن نتذكرها دائما حتى نكون من الناجحين في حياتنا، هي الانضباط، العمل أو المهارة، الالتزام، والمرونة، والصبر. طبعا نقرأ النص. يقول: لأكثر من 25 سنة كنت قد درست تاريخ كثير من الشخصيات الناجحة في عملها، لأجد الإجابة عن سؤالين هامين: لماذا يكون بعض الناس أكثر نجاحا من بعضهم الآخر؟ لماذا يبدو أن بعض الناس لديهم المعرفة والموهبة التي يحتاجون إليها ليبلغوا غاية النجاح، ولكنهم يعيشون في مستوى أقل بكثير من المستوى المتوقع أن يكون عليه؟ فدونك المفاتيح العشرة للنجاح. المفتاح الأول، لاحظوا أعزائي، المفتاح الأول هو الدوافع. طبعا الدوافع أو الدافع، وسميت الدوافع هي محرك السلوك الإنساني. فالمطلوب منكم أن تحفظوا اسم المفتاح ولقبه، تمام، وبعض ما جاء في كل مفتاح.
في السنوات الماضية جاء سؤال تحد اكتب أربع مفاتيح أو خمس مفاتيح للنجاح واشرح واحدة. فالمفتاح الأول هو الدوافع، والدوافع تسمى محرك السلوك الإنساني. إذن المفتاح الأول هي الدوافع، وقلنا هي محرك السلوك الإنساني. قال تعرف الدوافع بأنها الشيء الذي يحفز الإنسان إلى التصرف والحركة ومصدرها الرغبات القوية. يقول أحد حكماء الصين عندما تكون لديك الرغبة المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك. والدوافع نوعان، هناك دوافع داخلية وتكون بها موجها عن طريق قواك الداخلية الذاتية التي تقودك إلى تحقيق نتائج عظيمة، إنها القوة التي تدفعك إلى أن تزرع الزهور بنفسك بدلا من أن تنتظر من يقوم بتقديمها لك، إنها المارد النائم داخلنا في انتظار أن نوقظه. أما الدوافع الخارجية فتبدأ قوية ثم تضعف شيئا فشيئا كحضورك بهدف تنشيط الدوافع النفسية، فكم كان مقدار حماسك بعد أسبوع من المحاضرة، وكم كان مقدار هذه الحماسة بعد شهر، ثم بعد ستة أشهر، أليس في انخفاض؟ إذن لو لاحظتم يعني إذن المفتاح الأول هو الدوافع. يعني الآن أنتم طلاب ثالث ثانوي وتفكرون في اجتياز هذه المرحلة الحرجة، أو هي يعني نقطة تحول في حياة الطالب، يعني أن أنتقل من ثالث ثانوي إلى حياة الجامعة اللي هي حياة أبوابها مشرعة، أبواب الأمل، يعني الانطلاق للحياة، تأمين النفس، تأمين دخل معين، الحصول على مكانة اجتماعية في الحياة، فلا بد من وجود الدافع. يعني الآن أنا أيقن تماما أنكم جميعا تملكون الدافع، وإلا لو لم يكن الدافع عندكم موجود بأن تعيدوا ثالث الثانوي وتجتازوا هذه المرحلة لما كنتم الآن على هذه المنصة. إذن الدوافع لابد من وجود دوافع داخلية، يعني دافع الداخلية الذاتية. يعني البعض الطلاب قد يكون مجبر أن والديه طلبوا منه أن يعيد أو أن يكمل دراسته، لكن يجب أن يكون الدافع ذاتي، يعني أنا يجب أن تكون لي الرغبة في هذه الدراسة، تمام؟ إذن هذه القوة هي التي يجب أن تدفعني إلى أن أزرع الزهور بنفسي، تمام؟ لا أن أنتظر من يقدم لي هذه الزهور، أنا سأزرعها بنفسي إن شاء الله. الدوافع الخارجية، هناك يعني الدوافع الخارجية هي دوافع المحيط اللي يكون بخارج بمحيطنا. فلاحظوا الآن، يعني أنا لو طرحت عليكم هذا السؤال، يعني أنتم عندما بدأتم معنا في مسارات، يعني كنتم يعني لديكم حماس كبير في أن لا تفوتكم أي جلسة من الجلسات، لكن نجد أن العدد بدأ يتناقص شيئا فشيئا. طبعا الهمة إذا يعني حماسنا بعد أسبوع لم يكن كحماسنا منذ البداية، وبعد شهر لم يكن الآن بعد ست أشهر من هذا اللقاء، إذا هذا الحماس يكون في انخفاض. فعلي أنا كطالب ثالث ثانوي أن أبقى على هذه الوتيرة، أن أحافظ على هذا الحماس. إذا هذا هو المفتاح الأول اللي هو الدوافع. الآن المفتاح الثاني الطاقة، وانتبهوا إلى الطاقة، يعني الطاقة كما يقال العقل السليم في الجسم السليم، أو الجسم السليم يكون أيضا في العقل السليم. فالمفتاح الثاني هو الطاقة، والطاقة تسمى وقود الحياة، الطاقة وقود الحياة. إذن المفتاح الثاني هو الطاقة وهو وقود الحياة. الدوافع التي ذكرناها منذ قليل تمدك بالطاقة، وعندما تكون على درجة مرتفعة من الحماسة تكون طاقتك عالية. والطاقة لها ثلاث أنواع رئيسية، انتبهوا عيني، طاقة جسمية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية. الطاقة الجسمية قوامها، يعني ما هو غذاء الطاقة الجسمية؟ قوامها التنفس بطريقة سليمة ونظام تغذية متوازن والمداومة على التمارين الرياضية. الطاقة العقلية مصدرها تحديد الأهداف والعزم على تحقيقها، وغذاؤها المطالعة والقراءة. أما الطاقة العاطفية وأهم الطرق الممتازة لزيادتها هي البرامج العقلية الجسدية كممارسة اليوغا والتأمل، وثمة لصوص يسرقون هذه الطاقة. ما هذه اللصوص؟ سوء الهضم، القلق، الجهد، فحذاري حذاري منهم.
إذن أكرر، إذن المفتاح الثاني هو الطاقة. الطاقة انتبهوا عني، الطاقة لدي طاقة جسمية، يعني أن أحافظ على تنفس معين، أن أخرج إلى الطبيعة، أن أجدد الهواء في الغرفة التي أدرس بها، نظام تغذية، يعني أنا أحافظ على وجباتي، وجبة الفطور ووجبة الغداء ووجبة العشاء، تمام؟ يعني أنا كطالب يجب أن أهتم بغذائي. والمداومة على التمارين الرياضية، لا مانع من أن أجري بعض التمارين الرياضية أثناء الاستيقاظ. الطاقة العقلية مصدرها تحديد الأهداف، يعني أنا أحدد هدفي، طالب ثالث ثانوي أنا سأنجح في الثالث ثانوي، سأدخل الفرع الفلاني، أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف. أما الطاقة العاطفية طبعا كيف أشحن هذه الطاقة؟ أشحنها بممارسة اليوغا. طبعا ممارسة اليوغا كلكم يعلم ما معنى اليوغا، يعني هي رياضة صينية أو ما يسمى جلسة التأمل. يعني من تابع مريم نور على شاشة الجديد مثلا يعرف ما معنى التأمل، يعني لابد أن أجلس وأتأمل قليلا. يعني التأمل أحيانا يريح الذهن، يجدد الطاقة الذهنية، فلابد أن أجلس ولو قليلا عند الغياب، مثلا أن أضع كتبي جانبا، أجلس عند الغياب قليلا، أستريح، أتأمل في الطبيعة، أتأمل في الغروب مثلا. إذا كل هذه إيش؟ ثم أعاود لدراستي من جديد، فهذه إيش؟ كل طاقات إذا تدفعني إلى تجديد طاقتي. المفتاح الثالث، انتبهوا عيني، المفتاح إيه؟ سيد ما معنى سوء يعني الهضم؟ طيب طيب كويس. وثمة هاي الطاقات الثلاث في عندي لصوص دائما يتربصون بها. هذه اللصوص هي سوء الهضم، تمام؟ سوء الهضم والقلق والجد، فحذاري حذاري منه. هلا سوء الهضم يعني من يتناول طعامه على عجل، تمام؟ فاللحظة، فاللقمة يجب أن تخضع للمضغ، تمام؟ لا أتناول الطعام بهضم قليل، فيجب أن أمضغ جيدا. فأمضغ جيدا هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى سهولة الهضم. يعني أنا أتعافى من أضرار مثلا معدية أو معوية بسبب إيش؟ تناول غذاء سليم، المضغ الجيد. فالطاقة يعني الآن تصور لو أنك الآن بعد يومين على مقربة من الامتحان وأصبحت تعاني من مغص معين بسبب غذاء معين أو بسبب برد، تمام؟ فهذه الأمور يجب أن هذه أعداء للطاقة، فحذاري حذاري منها. سوء الهضم والقلق، لا تقلقوا، تمام؟ لا تقلق كثيرا. والجهد، لا ترهقوا أنفسكم بالسهر والتعب كثيرا، تمام؟ لنفسك عليك حق، لدي أضع برنامج معين وأمشي عليه. فهذه اللصوص الثلاث، سوء الهضم، القلق، الجهد، كل هذه أعداء للطاقة، فحذاري حذاري منها. أما المفتاح الثالث، تأكدوا من إغلاق الميكروفون. المفتاح الثالث هو المعرفة. المعرفة أو بنسميها بستان الحكمة. انتبهوا عن المعرفة وهي القوة بحد ذاتها، وبمقدار المعرفة التي لديك ستكون مبدعا، وستكون لديك الفرصة لتصبح سعيدا وناجحا، وبها ترتفع درجة ذكائك ويتفتح ذهنك للأفق ومجالات جديدة. تعلم كل شيء يتعلق بمجال عملك لتصبح متميزا في أي شيء تؤديه. المفتاح الرابع وهو التصور. طبعا بالنسبة للتصور، لاحظوا بالنسبة للمفتاح الثالث المعرفة، طبعا هون المعرفة أورد إبراهيم الفقي في هذا في كتابه، يعني أن باخرة تعطلت فعجز عنها المهرة في إصلاحها وصيانتها، إلى أن جاء رجل وقال لهم أنا أصلحها، تمام؟ أنا أصلحها. فقالوا له طبعا تفضل، وبالرغم أن لا تبدو على هيئته أنه ماهر وبارع، فبدأ بقال طرقات على المحرك وقام بشد البوزال اللي هو البرغي مثلا، وشد البوزال وقال لهم جربوا
اشتعلت فاشتعل المحرك وبدأ يهدر ودار المحرك من جديد. فطلبوا منه كم تحتاج، فرفع لهم فاتورته بألف دولار. فقالوا له يعني مجرد طرقات وتطلب ألف دولار؟ فقال لهم أريد دولارا واحدا على الطرقات و999 دولار على معرفة مكان الطرق، يعني أين طرقت. فإذا هذه هي المهارة. الآن بالنسبة للتصور، والتصور سموها طريق النجاح، التصور هو طريق النجاح. تبعني إنجازات اليوم، يعني أنا طالب ثالث ثانوي، نقرأ ثم أشرح. إنجازات اليوم هي تأملات الأمس وأحلامه. يقول جورج برناردشو التخيل هو بداية الابتكار، فإذا استطعت تكوين الحلم في ذهنك وزرعه في قلبك ولم تدع فرصة لشكوكك لكي تخمده، فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة تغير مسيرة حياتك. طبعا يعني المفتاح الرابع هو التصور. يعني إنجازات اليوم، يعني أنتم الآن طلاب ثالث ثانوي، إنجازات اليوم هي تأملات الأمس. يعني بالأمس القريب كنتم تفكرون أنني سأقوم بدراسة الثالث الثانوي، سأخضع لدورات، سأتابع على منصات، سأتواصل مع المدرسين وهكذا. إذن هذه التأملات القديمة اليوم هي واقع، تمام؟ هذه الأحلام والتأملات، إنجازات اليوم هي تأملات الأمس. وأنتم اليوم تتأملون أن تكون في السنة القادمة، تكونون في السنوات القادمة على مدرجات الجامعة وقاعاتها، هذا تأمل. فإن شاء الله لحظة، تخيل هو بداية الابتكار، أنا أبدأ الآن هذا التخيل، فهذا بداية الانطلاق، بداية النجاح. فإن استطعت تكوين هذا الحلم، زرعت هذا الحلم في ذهني وفي قلبي ولم أدع فرصة لأي شيء يخمد لي هذا الحلم، لا إحباط من المحيط ولا أي مانع آخر، لا أسمح له أن يخمد هذا التخيل وهذا الحلم في عقلي وقلبي، فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة. أنا أطمح أن أكون طبيب، أدخل كلية الطب، أدخل كلية الصيدلة. إذن فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة، وهذه الحقيقة ستغير حياتك بالتأكيد. المفتاح الخامس هو الفعل. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، تمام؟ الفعل، والفعل سمي الطريق إلى القوة. الفعل هو الطريق إلى القوة. إذا المفتاح الخامس الفعل، وهو الطريق إلى القوة. قال إن المعرفة وحدها لا تكفي للنجاح، فلا بد أن يصاحبها التطبيق والاستعداد، تمام؟ إن المعرفة وحدها لا تكفي للنجاح، فلا بد أن يصاحبها التطبيق والاستعداد. التطبيق والاستعداد وحده لا يكفي، إذ لا بد من العمل. إن المعرفة وحدها لا تكفي للنجاح، فلا بد أن يصاحبها التطبيق والاستعداد، إذ لا بد من العمل. فالحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله. كما قلت لكم منذ قليل، عندما جاء من أراد أن يجري صيانة لمحرك الباخرة، لاحظوا عرف أين يطرق واستغل الموقف. إذن الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، هذه الحكمة. المهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله. المفتاح السادس هو التوقع، والتوقع هو الطريق إلى الواقع. طبعا يعني التوقع الآن سأتي، لاحظوا التوقع الطريق إلى الواقع. قال التفاؤل هو الإيمان الذي يقودك إلى النجاح. جاء في القول المأثور تفاءلوا بالخير تجدوه، فإن الناجحين في الحياة يجمعهم شيء واحد هو ترقب أحسن ما في الحياة، ومهما حدث لهم فإنهم يتوقعون النجاح أكثر من أي شيء آخر. وفي هذا يقول الحكيم كونفوشيوس ما أنت عليه اليوم هو نتيجة فكرك، لذا ارتفع بتوقعاتك وكن متفائلا.
إذن يعني اطمحوا بالكثير، لا تطمحوا بالقليل، تمام؟ التوقع يعني أنا الآن لاحظوا يعني عندما أتوقع أني سأجتاز الثالث الثانوي، أن أدخل الجامعة، هذا التوقع. فممكن هذا التوقع أتوقع أن يواجهني بعض العوائق، يعني ممكن أنا في أثناء دراستي وضعت مخطط معين لدراسة، فممكن بسبب مثلا عزاء مثلا، وفاة قريب مثلا، فهذا جعل برنامجي شيئا ما متعثرا. فأنا يجب أن أتوقع أشياء وأضع بالحسبان كيف أتلافى هذه الأخطاء. أنا أتعرض لعقبات سأتي عليها الآن في المفتاح الذي يليه. إذن يجب أن أكون متفائل دائما، يكون شعارنا تفائلوا بالخير تجدوه، تمام؟ سأجتاز الثالث الثانوي، إذن تفائل بالخير تجدوه. سأدخل الفرع الفلاني، قال الناجحين في حياتهم يجمعهم شيء واحد، هو ترقب أحسن ما في الحياة، ومهما حدث لهم فإنهم يتوقعون النجاح، مهما نزوح، فقر، تنقل. يعني في العام الماضي هناك أحد الطلبة أثناء الامتحان، هذا كله تعرضنا له، أثناء الامتحان يعني طلب منهم أن يغادروا بيتهم، طبعا بيت آجار، فطلب منهم أن يغادروا بيتهم في فترة الامتحانات، تمام؟ كل شيء متوقع قد يعترضك. فلاحظ، فمهما حدث فإنهم يتوقعون النجاح أكثر من أي شيء، تمام؟ ما أنت عليه اليوم هو نتيجة فكرك، لذلك ارتفع بتوقعاتك، احلم بما هو أكثر وكن متفائلا. المفتاح السابع هو الالتزام. الالتزام وسميت بذور الإنجاز، يعني مشكلتنا الآن يعني هي الالتزام. يعني محاضرتي تبدأ مثلا، هذه مرض يعاني منه الجميع، الالتزام. أحيانا أتغيب عن محاضرات، لا أذهب إلى المعهد، لا أذهب إلى المدرسة، تمام؟ أؤجل. فإذا يجب أن نتعود على الالتزام، أضع برنامج ألتزم بإنجازه، أضع مواعيد ألتزم بإنجازها، أضع فترات الاستراحة ألتزم بها، تمام؟ إذا المفتاح السابع هو الالتزام، فالالتزام هو بذور الإنجاز. قال يخفق الناس أحيانا ليس بسبب نقص القدرات، وإنما بسبب النقص في الالتزام، لأن القوة التي تدفعنا لنستمر بالرغم من الظروف الصعبة وتقودنا لإنجاز أعمال عظيمة. فالناجحون لا يتراجعون، والمتراجعون لا ينجحون. ومفتاح النجاح ببساطة هو لا تيأس. وعلى الطريق للنجاح ستقابل كثير من التحديات، فعليك مواجهة جميعا بتجاهلها، تمام؟ إذن أكرر، إذن المفتاح السابع هو الالتزام. كما قلت كثير من الناس يخفق ليس بسبب نقص قدراته، وإنما بسبب نقصه في الالتزام، تمام؟ فالقوة التي تدفعنا لنستمر هي الالتزام بالرغم من الظروف الصعبة وتقودنا لإنجاز أعمال عظيمة. إذن احفظوا، الناجحون لا يتراجعون، والمتراجعون لا ينجحون. التزموا بهذا المفتاح. مفتاح النجاح ببساطة هو لا تيأس، قال تعالى ولا تقنطوا، تمام؟ إذن ودائما يجب أن ندرك قد تواجهنا عقبات، قد تواجهنا عقبات في حياتنا، هذه العقبات يجب أن نتجاوزها. يعني ممكن نزوح، ممكن قصر، ممكن انتقال من مكان إلى آخر. يعني في أحد السنوات منذ سنتين كانت الطالبة الأولى على الثالث الثانوي من مدينة كفر عويد اللي هي في محافظة إدلب، والتي نزحت في الصيف، وكان أهلها وبعض أقربائها افترشوا حقول الزيتون، تمام؟ في حقول الزيتون تحت شجرة الزيتون كانت دراستها للثالث الثانوي بعد أن غادرت قريتها. فإذا لم تيأس، تابعت وأكملت، وهي الآن في كلية الطب البشري.
ونحن في مسارات لدينا الكثير من النماذج وقصص النجاح، والبارحة سمعتم قصص نجاح من زملائكم، فلدي الكثير من قصص النجاح، فكونوا كلكم بإذن الله قصص نجاح وشعاركم لا تيأس. المفتاح الثامن هو المرونة. المرونة هو قوة الليونة، قوة الليونة كما يقال، يعني لا تكن يابسا، مو هيك؟ لا تكن يابسا فتكسر، تمام؟ فيجب أن أتمتع بالمرونة، يعني الإنسان يجب أن يكون مرن بطبعه. يعني أنا وضعت برنامج، هذا البرنامج يعني أنا وضعت برنامج فشلت في تحقيقه هذا السنة، طيب لماذا أعاود وضع البرنامج ذاته؟ يجب أن أغير، تمام؟ يجب أن أغير، يجب أن تكون لدي مرونة، أتقبل النصح، تمام؟ فإذن المفتاح الثامن هو المرونة، وهي قوة الليونة. قال: إذا لم تكن لديك مرونة واستعداد لتغيير خطتك في كل مرة تواجه فيها التحديات والمصاعب، فمن الممكن أن تخفق. وفي هذا القول يقول تشارل جيفنس في كتابه عظمة الذات: تكرار المحاولات ذاتها من دون أن تضيف إليها شيئا جديدا لا يؤدي إلى النجاح ولن يغير من النتيجة مهما تكررت هذه المحاولات. فالمرونة والتأقلم يقربانك أكثر من تحقيق أهدافك، والشخص الأكثر مرونة في أسلوبه يكون تحكمه في الأشياء أكثر وأكبر. المفتاح التاسع وهو الصبر، وهو مفتاح الخير. دائما نقول الصبر مفتاح الفرج، تمام؟ الصبر مفتاح الفرج. إذن الصبر هنا مفتاح الخير، يعني يجب أن أصبر، أن أصبر على المعاناة، على السهر، على ارتياد المعهد، على المتابعة والجلوس أمام المنصة، فكل هذا الصبر هو مفتاح للخير بإذن الله. إذن المفتاح التاسع وهو الصبر، وهو مفتاح الخير. عدم الصبر هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإخفاق، لأنك قبل أن تصل إلى النجاح غالبا ما تقابل عقبات وتحديات مؤقتة، وإذا لم تكن صبورا فلن تتخطاها، وستضطر إلى التنازل عن تحقيق أهدافك. لكن الصبر لا يعني عدم القيام بأي شيء على أمل الوصول الأفضل، فللصبر قواعد، منها احفظوا ما هي قواعد الصبر: العمل الشاق والالتزام به، وكثيرا ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المفتاح، هذا مفتاح الصبر، وهو المفتاح المناسب لفتح باب النجاح. إذن قواعد الصبر: العمل الشاق والالتزام به. يعني أنا الآن في الثالث الثانوي، مطلوب مني جهد مضاعف، ممكن أسهر، أتعب، في وقت الراحة قليل بالنسبة لي، أرتاد المعهد، أذهب إلى الحصص الخصوصية، أتابع على المنصة، كل هذا يجب عليكم أن تتحلوا بالصبر. قد تواجهك عقبات، فهذه العقبات لا تجعلك تفشل، لا تجعل هذه العقبة تضعف من همتك، لا تقل أدركني الوقت، لا تقل لن أستطيع أن أكون من الناجحين. إذن ابذلوا، فالوقت في متسع أمامكم إن شاء الله. إذن كما قلت لكم، الصبر قد يكون هو المفتاح الأول ولباب النجاح. المفتاح العاشر والأخير هو الانضباط، أساس التحكم في النفس. إذن الانضباط هو أساس التحكم في النفس. إذن المفتاح العاشر هو الانضباط. ماذا يعرف؟ يعرف في أساس التحكم في النفس. قال: فالانضباط الذاتي يساعدك على توجيه طاقتك اتجاه النجاح، وإذا كان هناك عاملا ضروريا للسعي الناجح في سبيل السعادة والرخاء فهو الانضباط الذاتي الذي يحتوي على مفاتيح أحلام، وهو الجسر الذي يربط بين فكرك وإنجازاتك، وهو أساس كل نجاح، وعدم وجوده يقودك إلى الإخفاق. إن النجاح بين يديك، فأنت تملك القوة التي تكون. انظر إلى الماضي على أنه كنز من الخبرات، واستعملها بحكمة،
وانظر إلى المستقبل على أنه الأمل في السعادة، فما الأمس إلا حلم. إذن أهم شيء إذن هو الانضباط، وأكد لكم على الانضباط الذاتي، يعني أن تكون منضبط ذاتيا بدافع منك لا بسبب وجود رقابة أو من يدفعك لأن تكون منضبط. الانضباط الذاتي هو الذي يحتوي على مفاتيح أحلامك، وهو الجسر الذي يربط بين فكرك وما تفكر به وبين إنجازاتك التي ستحققها، وأساس كل نجاح، وعدم وجوده سيقودك إلى الإحباط والإخفاق. إن النجاح بين يديكم، فأنتم الآن تملكون القوة التي تنتظرون. فانظروا إلى الماضي على أنه كنز، كل هذا الماضي والتعثرات التي مررنا بها من نزوح وبعد عن الديار وسكن المخيمات وما نحن فيه من أوضاع اقتصادية وفقدان الأمن، هذه كلها إيش؟ دعوا الماضي خلفكم، دعوه كنز من الخبرات نستفد منه دروس واستعملها بحكمة. وانظر إلى المستقبل على أنه الأمل في السعادة، فما الأمس إلا حلم. الختام دائما كان يختم إبراهيم الفقي في كل مفتاح، كان يختم بهذه العبارة، لكن هذه العبارة وضعت في آخر النص، لكن كان هو قد وضعها في نهاية كل مفتاح بعد أن يذكر المفتاح. وطبعا من يقرأ كتاب، طبعا هو الكتاب يعني يتجاوز 200 صفحة، أفرد فيها لكل كتاب عشرات، في لكل مفتاح عشرات الصفحات، لكن هذا الذي بين يديكم هو مختصر لمختصر هذه المفاتيح. إذن يختمها بقوله، وأتمنى أن تتحلوا بهذه الأقوال: عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. تذكر دائما: الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والتوتر هو بداية السعادة، والإخفاق هو بداية النجاح. نكون بذلك قد انتهينا من نص المفاتيح العشرة. أتمنى من الله أن تكون هذه المفاتيح قد أعطتكم الدافع الكبير لتتجاوزوا هذه المرحلة، ومتمنيا إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح والسداد.